إياكم والدعوة على أبنائكم. ما تدعيش على ابنك، ما تدعيش على ابنك أو بنتك. أنت ما تعرفيش أو أنت ما تعرفش إن ممكن الدعوة دي تتقبل في أي لحظة. تعالوا نبدأ القصة. إحدى النساء بتحكي قصتها وتقول: كنت في يوم من الأيام بنظف بيتي، وجاء ابني وهو طفل صغير، فأسقط تحفة من الزجاج، فغضبت عليه غضبا شديدا لأن التحفة دي كانت غالية جدا، وكانت أهدتها لي يا أمي، فكنت بحب التحفة دي جدا وكانت غالية علي خالص. ومن شدة غضبي على ابني دعيت عليه وقلت: عسى ربي أن يطيح عليك جدار يكسر عظامك. ركزوا في الدعوة دي كويس عشان آخر القصة هتحزنوا. بتقول: مرت السنين وأنا نسيت الدعوة دي وما اهتمتش بيها، وما كنتش عارفة إن باب السماء هيكون مفتوح وتتقبل. ابني كبر مع أخواته وكان هو أحب أبنائي ليا، كنت بحبه أكتر واحد في أخواته، كنت بخاف عليه من نسمة الهواء الطايرة، وكان هو أكتر واحد في أبنائي بيبرني أو مطيع ليا وبيسمع كلامي. درس وتخرج وتوظف، فبدأت أدور له على عروسة عشان يتجوز، وجاء اليوم اللي ما كنتش عاملة حسابه، اليوم اللي ما كنتش حاسبة حسبته، اليوم اللي اتحججت فيه الدعوة اللي أنا دعيتها من غير مقصد. أبوه كان عنده عمارة قديمة وكان عايز يهدها ويبنيها من جديد. ابني في اليوم ده راح مع أبوه عند العمارة اللي عايز أبوه يهدها، وكان العمال هيبدأوا في الهدم، وهم في نص شغلهم بالظبط ابني راح بعيد عن أبوه والعمال ما كانوش منتبهين ليه، وأثناء ما كانوا بيوقعوا في العمارة ابني كان واقف ما كانش حد شايفه، وفي لحظة في ثانية العمارة وقعت عليه. ابني صرخ وبعدها اختفى صوته تماما. العمال وقفوا بسرعة وأصبح الجميع في قلق وخوف، طلعوه من تحت أنقاض العمارة بصعوبة وبسرعة جاء الإسعاف، بس الصدمة الكبيرة إنهم حتى ما قدروش يشيلوه من على الأرض لأن جسده أصبح كالزجاج الذي تحطم ولا تستطيع حمله أو جمعه مرة أخرى. يا الله، دعوة الأم ليس بينها وبين الله حجاب. فشلوه بصعوبة ونقلوه بسرعة إلى العناية المركزة، ولما أبوه اتصل وقال لي: حسيت إن ربنا بيعيد قدامي الساعة اللي أنا دعيت عليه فيها، لما دعيت عليه زمان وهو طفل، افتكرت الدعوة دي وفضلت أبكي واصرخ لحد ما أغمى عليا. فوقت لقيت نفسي في المستشفى، طلبت أشوف ابني بسرعة وياريتني ما شفته على الحالة اللي كان فيها، وكأن ربنا بيقول: هذه دعوتك استجبت لك فيها بعد سنين طويلة، لأن دعوة الوالدين مستجابة، وفي اللحظة دي هاخده منك إلى الدار الآخرة، وفي اللحظة دي بالظبط توقف قلب ابني. في اللحظة دي ابني لفظ أنفاسه الأخيرة، فضلت أصرخ وأبكي وأقول: يا ريت يرجع للدنيا تاني ويكسر تحف البيت كلها ولا إني أفقده، يا ريت لساني كانت قطع ولا كنت دعيت عليه الدعوة دي، ويا ريت ويا ريت ويا ريت ويا ريتها تنفع كلمة يا ريت. الحكمة من قصتنا هنا: إياك تتسرع وإياك تتسرعي في وقت غضبك وتدعي على ابنك أو تدعي على بنتك. يستحسن انك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا انك تدعي عليه وبعدها تندموا اكبر واشد ندم. عودوا لسانكم انكم تدعوا لابنائكم بالصلاح والهداية مش تدعوا عليهم. ربنا يحفظ كل ابنائنا يا رب العالمين ويرعاهم ويحفظهم من كل شر. لو عجبتكم القصة حلفتكم بالله اشتركوا في قناتي على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس واستنوا اجمل القصص والحكايات.